اهلا بيكم مره تانية. الحقيقه احنا عندنا ملفات كتيره وكلها اهم من بعض، تخص منتخب مصر وتخص النادي الاهلي وتخص اتحاد الكوره كمان. الحقيقه هنتكلم في كل ده مع كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي السابق وايضا المحاضر الدولي اللي مشرفنا بحضوره النهارده. صباح الفل على حضرتك يا كابتن. اهلا كابتن كريم. اهلا يا فندم. صباح الفل. معلش ناخد الموضوع وهو سخن كده، لان حضرتك كنت موجود امبارح في المؤتمر الصحفي الخاص بكابتن محمود الخطيب، وما طرح كان قدامك والكواليس برضو حضرتك اكيد على درايه بيها، فممكن نبدا من النقطه دي. ممكن. يعني الحقيقه كان يعني قناه الاهلي غطت المؤتمر. غطينا تغطيه كامله طبعا. تغطيه كامله، ومعظم القنوات غطت بعد كده في النشرات والحاجات دي، وكان مهم جدا هذا المؤتمر. وكان كلامه يعني ان هو بيقول احنا، لانه اعلن قبل كده مجلس اداره النادي ان في مؤتمر سواء احنا كسبنا او ما كسبناش. صح مظبوط. وفعلا كان على الوعد، وحضروا اعضاء مجلس الاداره وحضروا لفيف كبير من جميع القنوات التلفزيونية سواء محلية أو خارجية أو إعلامية والصحافة، يعني كان فعلا مؤتمر دسم بمعنى أصح. وفي رد على كل الأمور، كل حاجة هو كانت مترتبة، صوت وصورة وكلمة. يعني هو بيتكلم والشاشة مينيتور عندك قدام، الناس شايفة بتشوف على الطبيعة، بيقول جواب يطلع الجواب، بيقول رسالة تطلع الرسالة، بيقول صورة تطلع الصورة، فكان كل الحاجات دي واضحة. كان مهم جدا ان هو الحقائق تكون يعني الحقيقه على ارض الواقع، ما يبقاش كلام مرسل او كلام في المطلق او كلام بدون اسانيد حتى يبرهن للناس ويبرهن للساده، طبعا الساده الاعلاميين اللي بينقلوا للساده المشاهدين او القارئين او المستمعين او اي واحد بيهمه هذا الموضوع. فالحقيقه فنت كل الامور بدايه من اول يوم حتى اخر يوم، وفي النهاية وضع رسائل لجهات مختلفة، رسائل للاتحاد المصري والاتحاد الإفريقي، ورسائل للعيبة، رسائل للجمهور، رسائل لكل من ساعد في مشكلة النادي الأهلي وقف معاه من الدولة، يعني من كل جوانب الدولة سواء الناحية الأمنية أو نقول مثلا وزارة الشباب، كل دولة قدر يدي لكل واحد ماذا قدم في هذه المشكلة اللي هي كانت موجودة في النادي الأهلي. وأهم حاجة إن هو أول كلامه بدأ تهنئة نادي الوداد بحصوله على اللقب. دي كانت حاجة فيها رقي واحترام وتقدير، إن هو يقدم لنادي، أول كلمة كانت موجودة تهنئة نادي الوداد. إذا نادي الوداد ليس طرف أكيد، وأكدنا ولا المغرب، ولا يعني المغرب، وبالتالي المغرب مش طرف. الطرف هو الاتحاد الإفريقي وكان الاتحاد المصري. وإخفاء الخطاب ده يعني كابتن محمود الخطيب ذكر هذه النقطة بشكل واضح ومباشر، قال لك فكرة إخفاء الكاف للخطاب أمر بحد دلوقتي مش فاهمين المصلحة عند إيه وليه ده أصلا يحصل. فبرضو النقطة دي لو نقف عندها شوية. لا، هو الخطاب مش من الكاف، من الاتحاد المصري. يعني هو الخطاب بتاع الكاف اللي جه للاتحاد المصري، موجه للاتحاد المصري، موجه للاتحاد المصري. المفروض الاتحاد المصري يعلم بيه النادي الأهلي، ما أعلمش، أو ممكن إن هو يرسل. كان الخلاف ما بين الاتحاد المصري والنادي الأهلي إن النادي الأهلي هو اللي يطلب الاستضافة، وعلى الصعيد الاخر مش مفروض النادي هو اللي يطلب، مفروض الاتحاد هو اللي يتحدث باسم النوادي. ده اثبته الكابتن محمود الخطيب من خلال امثله كتير. يعني على سبيل السنغال ما لهاش فريق وصل في هذه البطوله، طب استضافت ليه؟ يبقى مين اللاعب اللي استضيف؟ الاتحادات هي التي تدعو للاستضافه. بالظبط. لان الاتحادات مع الدوله. يعني الاتحادات مع الدوري المصري. ده ياخدنا بطبيعه الحال ان احنا نقف بقى المره دي عند الاتحاد المصري لكره القدم، الجهه اللي المفروض ان احنا كلنا متشعبطين فيها لحفاظنا على حقوقنا. الجهه والكيان اللي المفروض بيشكل مرجعيه لاي فريق او حتى اي لاعب بشكل فردي متضرر من امر ما. لما تكون دي مرجعيتنا بتاعتها ودي الطريقه اللي بتدير من خلالها الامور، هل ده شيء طيب؟ هل ده شيء يستحق الـ يعني الـ
ان احنا نفتح بخصوصه تحقيق ولا نعمل ايه؟ لان كواليتي المشاكل اللي كابتن فتحي ساعات في بعض الاحيان الواحد بيبقى واقف مش عارف منين يودي على فين؟ فاهم؟ اه والله العظيم منين يودي على فين؟ مش فاهم القصه دي اصلا ازاي حاصله؟ يعني ايه ان يتقال ناهيك عن انه يطلع حقيقي، يعني ايه ان يتقال ان في شخص ما مسؤول ما معناه بين قوسين كمر خطاب معين كان المفروض يتم عرضه على الملأ امام الجميع، يعني ايه كده؟ انا في تصوري وفي تخيلي يمكن هي ما تكونش بالصوره دي، هي ممكن تكون خطا وحاولوا انهم يتداركوا الخطا فبانت الصوره بالشكل دي، يعني ان هو كان مفروض من الاتحاد المصري انه يدعو، يعني بيجتمع وبيقول يا جماعه ده في اجتماع في دعوه ان الاتحادات كلها اتحادات الاهليه انها تستضيف البطولات ويفند الخمس بطولات اللي هو هيعملهم او السبعه، وبالتالي نختار ايه، فيضطر يبعثوا لوزاره الشباب، وزاره الشباب تبعت، وبعد كده هم يبعثوا الاتحاد. طب لو احنا اللي ما اخترناش ليه؟ واحنا بنتكلم على بطوله عارفين من اولها ان احنا المفترض ان احنا ان شاء الله هنوصل للنهائي. هم يعني للاسف بقى هم ما اختاروش، او هنا حصل خطا ان لم يتم دعوه مجلس اداره الاتحاد المصري لمناقشه هذا الموضوع، وبالتالي لم يتم ارسال الخطاب، وبالتالي سقط. يقول لك ده خطا، هو مش خطا، يعني هو نقول قله خبره او قله، يعني مش عايز اقول يعني كلام صعب او كلام يبقى كده قاسي، لكن انا بقول فعلا قله خبره اداريه في هذا الموقف هي اللي سقطتهم في هذا الموضوع. كويس. طيب من النقاط المهمه برضو اللي ذكرها كابتن محمود الخطيب امبارح، هو اتكلم عن ان احنا عندنا مواهب، يعني تحديدا كده قال نمتلك مواهب كرويه في افريقيا يعني افضل من اوروبا كمان. طيب لو اتكلمنا شويه على المواهب اللي عندنا، ولو جينا قيمنا اللعيبه عندنا، بتقيمهم ازاي، او كابتن فتحي نصير بيقيمهم ازاي بمنتهى الصراحه؟ بتشوف اللعيبه بتاعتنا دلوقتي ازاي؟ لان انا لما اجي اقيم خطا حصل، وتحديدا مثلا على اثيوبيا وربنا يستر على كوريا، ما اقدرش الوم بس جهاز فني، ما اقدرش الوم شخص، ففي منظومه كامله وفي لعيبه برضو للاسف هقول ان هم لهم دور في ده. هو يمكن كابتن محمود كان يقصد ان القاره مليئه باللاعبين الموهوبين على مستوى مش شرط مصر، مش ما انا ضمن القاره، ما انا بتكلم على لعيبتي بقى، لا على المنتخب بتاعي يعني فكان هو كان كلامه ان القاره قويه، القاره مليئه، القاره غنيه بابنائها بلاعبيها بمواهبها، وان الفرق او اللاعبين المنورين داخل اوروبا والدوري الاوروبي في جميع كلام معظمهم من الافارقه، فبيقول لابد ان يكون في نظره للاتحاد الافريقي ان انت اتحاد قوي لا تقل عن الاتحاد الاوروبي، لكن التنظيم لازم يكون النقط اللي قالها واضح وحط لهم نقط في الكلام ده كله. نيجي بقى للنقطه بتاعتنا احنا كمنتخب مصر. بدون يعني انا مش عايز اقول تحيز او اقول اكون قاسي، للاسف الكره عندنا في مصر صناعه مع احترامي اعلاميه. صناعه اعلاميه يعني ايه؟ اللاعبين عندنا لا يساووا هذه الضجه، لا يساووا هذا المال اللي بيدفع له. ده كلام محترم ومش سهل ان حضرتك تقوله. لا ما انا بقول ما يساووش هذه المبالغ اللي بتدفع لهم. مش ممكن اسعار اللعيبه بالملايين بارقام كبيره جدا لا تتساوى مع امكانياتهم وادائهم والمردود في الملعب. طبعا. الله، لعيب التمرير، لا يوجد التمرير، لا يوجد التسديد، لا يوجد السيطرة على الكرة، لا يوجد ضرب الكرة بالرأس، لا يوجد يعني حاجات كتير. طب انا ده واحدة طب من ما دي، ما يلعب جولف بقى بدل ما يرازينا احنا في منتخب. ما هي دي هو ده النقطة اللي احنا نشوف رياضة تانية، لأن فاضل ايه في اللاعب أكتر من حضرتك بتقول إن هو ينقصه كل التفاصيل دي؟ يبقى فاضل في لعبة تنقصه الحاجات دي كده. أيوه يبقى واحنا بنسلمنا إيه هو؟ أنا آسف أنا بقول الكلام ده واللعيبة ممكن تزعل مني، لا هات لعيبة كتير وقول لهم شوطوا على الجول زي ما بنشوط. مفيش لاعب داخل مفيش لاعب مش بقول في النادي الاهلي داخل جمهوريه مصر العربيه يجيد التسديد على المرمى، ان هو بيشوط لي على المرمى
في كل مباراه على الاقل في الشوط الاول 5-6 كور، وفي الشوط الثاني 5-6 كور، ومن 5-6 كور دي 2 في العارضه، واحده في القايم، واثنين في الجون. الفينال بتاعنا مش احنا في مشكله. ما هو الفينال ده التسديد احد وسائل طبعاً احراز الاهداف. حضرتك بتتكلم عليه ده، لو كان الكلام ده على نادي معين اقول لك ماشي منطقي، لكن حضرتك بتتكلم على لعيبه. انا بقول مصر، انا بقول جمهوريه مصر العربيه. ما في واحد يقول لي اللاعب ده عنده هذه المهاره، وبعدين ايه المهاره دي؟ طبعا لو هي عندك جات لك مره صدفه مش هتعتبر مهاره، المهاره هي اللي تكرر، ان تقدر تعملها مره واثنين وثلاثه فيها استمراريه. لاعب قعد مثلا ايه 3 4 اشهر مستوى ثابت، ده انا بتمنى لاعب بيلعب 3 4 مباريات مستوى ثابت، مش 3 4 اشهر مستوى ثابت. وبعدين احنا عندنا طول ما في الدوري عندنا بطريقه الدوره الرمضانيه، فده طريق قرب يا كابتن فتحي النهارده لا ما يعني ليه الدوره الرمضانيه شهر رمضان في 9 اشهر والله بتبقى متنظمه احسن منك. لا بتلعب فيها 9 مباريات بس، بيلعبوا 7 7 او 6 6، انت بتلعب برضو السبع مباريات داخل شهر بقى 30 يوم 11 11 فانت ازاي تلعب فرق ماتشات كبيره يوم الجمعه وتلعب يوم الاثنين وتلعب يوم الخميس وتلعب يوم الجمعه، ازاي انت تلعب؟ احنا كتير واقفين مندهشين قدام الواقع المرير اللي حضرتك بتتكلم وبتفهم. لا ده من مش شويه كريم، ده من 2010. ما انا لو هنتكلم بلغه ارقام، امتى بقى الوضع ده هيتغير؟ اتغير ان انت لابد مشكله الدوري دي، يعني اللي كل يوم عم يعني كل مره احنا بنرحل للسنه اللي بعديها، بنرحل للي بعديها، بس انت بترحل وبتقضي على الاجيال دي. ما انا برضو اذا كنت انا ضد اللعيبه، أنا مش ضدهم، أنا برضو معاهم ومع المدربين، هنيجي على المدربين. المدرب إمتى يجد الفرصة إن هو يصلح من أداء اللاعبين؟ يعني أنا شفت الخطأ، لعيبة ما بتعرفش تشوط، المطلوب يعمل المدرب يمرنهم، يقول لهم إيه الخطأ وإيه الصح اللي المفروض، فين الوقت اللي يقدر يعمله في خلال الموسم؟ ما دي نقطة برضه. ما هو ما فيش، ما أنت بتلعب مثلا الجمعة بتيجي تلعب الاثنين، بتاخدي سبت وحد، السبت بتعمل ريكفر، الحد بتحضر الاثنين. هقول لحضرتك على تفصيله كده، تعالى تعالى نضرب مثال بماتش مصر واثيوبيا. انا بتكلم على المنتخب. انا كنت بتكلم مع نهاوند في حته كده معينه في الجزء الاول من حلقه النهارده، مش فاكر كنا بنتكلم في ايه، فلقيت نفسي بشكل لا ارادي بقول لها ما معناه ان ال 11 لعيب اللي نزلوا يلعبوا قدام اثيوبيا لو كانوا رايحين من غير مدير فني من الاساس، واعتمدوا كل واحد فيهم اعتمد على شويه الخبرات التراكميه اللي عنده، كنا المفروض نشوف اداء مرضي عن اللي احنا امام اثيوبيا تحديدا. يعني صح، ما دي حضرتك عندك الهدف الثاني جاي بعد في التمريره ال 30، يعني اثيوبيا عملت 29 تمريره، ما فيش حد فكر يمد رجله، ما فيش حد فكر يشد حد بالتيشيرت، يعمل اي منظر بحيث ان ما يبقاش فيه 29 نقله، وال 30 تبقى هدف يدخل فينا. شوف كتير يا كابتن فتحي، المنتخب ما هو الا مردود الانديه اكيد، أو محصلة الأندية. طب. طيب اللي هي الأفضل يعني طبعا كمان. لا المفروض الأندية هي اللي تغذي وتدعم المنتخب بلعبتها. طبعا لما بنقول بنضرب بيها المثل أيام الكابتن حسن شحاتة 2006 2008 2010، ليه خدنا البطولات دي كده وليه كان مستوانا عالي؟ ارجع على السر، إيه السر؟ شوف النادي الأهلي في هذه البطولات 8 لعيبة من النادي الأهلي متكاملين بدنيا فنيا خططيا، فلما بياخد 8 ويجيب معاهم 2 3 خلاص يبقى الكلام هيرد عليه ان اي 11 يلعبوا. اياميها لما كان في 8 لعيبه كويسين. دلوقتي مستوى كره في مصر عموما اهلي زمالك وكده كيرف في النازل لاسباب كتيره مش هنيجي عليها، لكن اسباب كتير. اذا المحصله لاعبين لا يرقوا انهم ينفذوا الكلام، يعني احنا لو جبنا 11 لاعب يكسبوا اثيوبيا طبعا، لو جبنا 11 يكسبوا اثيوبيا، بس اني لاعب احنا بنقول لاعب، ما هو اللاعب؟ اللاعب بس اللي بيلمس الكره؟ لا في كتير قوي بيلمس الكره، لكن اللي بيلعب كره قدم حقيقيه غير موجود دلوقتي. انا شايف ان في كتير في سفه، في اسراف، في اغتراف، في حاجات كتير قوي بالنسبه لمستوى الاحتراف بتاعنا اللي هو تحول الى اغتراف، احتور الى ان ازاي تجمع اموال، ازاي تزود سعر اللاعب عشان انا استفيد. طب ما كده فاضل ايه بقى من المفردات الصناعيه؟ يبقى هي كده تحولت من صناعه كره القدم الى تجاره كره القدم. ايوه هي دلوقتي كده، بدليل انت ال 11 احنا
معنى كده ان احنا نقول اي 11 يكسبه، اذا احنا مش هنلوم ايهاب جلال، ما اقدرش الومه بعد ما تشيل، مش لوحده، ما اقدرش اقول له انت ليه حطيت 11. ايوه يا اخي جيب اي 11 من مصر، مش بقول ان يقول له ليه لعبت ده وما لعبتش ده. لا، فرضنا اي 11 نتفق عليهم ياخدهم من الدوري المصري، مفروض انهم يكسبوا. بس لو كان هناك دوري حقيقي، الدوري فيه منافسه بس اللو ستاندر، ما ممكن المنافسه دي تعلي منك عربيتين سيد بينافسوا بعض. ايوه بالظبط. طب ما هو بس هي سيد او عربيتين فيها بينافسوا بعض. طيب. مش عربيتين مرسيدس. يعني احنا عملنا فاضل ايه؟ ما عملناش اعلان في الفوز ده بالكلام. فاضل لنا نوعين سبب العربيه. هقول لك حاجه كابتن فتحي، احنا هنرجع، هنروح فاصل وهنرجع، بس عشان بقى يعني نشوف كده وضعنا ايه بالنسبه لكوريا الجنوبيه، حتى لو كان ماتش ودي بس برضو منتخب كوريا ما هوش حاجه قليله، فرؤيتك، لان النهارده انا شايفه فيه صراحه وعجباني، انا بحب الصراحه جدا، فرؤيتك او رؤيه كابتن فتحي نصير بعد الفاصل بخصوص منتخب مصر وكوريا الجنوبيه، وهذه المباراه اللي برضو يا هترفع من روحنا المعنويه كلنا بالفريق بكله بالمنتخب بكله عفوا، يا هتودينا حته فعلا يعني انا مش عايزه حتى اتكلم عنها او اوصفها. يعني نتمنى ان احنا كمان ما يجيلناش نوع من الاحباط يوم الثلاثاء الجاي والماتش ما بين منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبيه. فاصل ونرجع نكمل. أنا وكريم ما كنا بنسأل كابتن فتحي نصير قبل الفاصل، وحتى في خلال الفاصل كنا بنتناقش معه، وكريم قال كذا نقطة مهمة، وسريعا كده خلينا نقول ما وراء الكواليس كنا بنتكلم مع حضرتك عن إيه. يعني كريم كلم مع حضرتك في نقطة يمكن قتلت بحثا، ولكن هي نقطة مهمة ولها يعني لغو مش هينفع نعديها بمعنى أصح، فكرة الإقالة في الطيارة جديدة جدا. سفارة في العمارة الإقالة في الطيارة. الإقالة في الطيارة عنوان حلو ده. دي حاجة. ها الحاجة الثانية لما نيجي والله خلينا نكمل والله حاجات غريبة بصراحة، حاجات يعني هي مضحكة من كتر ما هي غريبة يعني. والله المضحك المبكي. الحاجة الثانية رؤية كابتن فتحي نصير، وأنا شايفة أو لمست وقلت لحضرتك الكلام ده في صراحة شديدة، وأنا احترمت ده في كلام حضرتك جدا، فرؤيتك للثلاثة الجاي إن شاء الله وهذه المباراة اللي البعض من دلوقتي، خليني أعكس لحضرتك برضو الآراء على السوشيال ميديا وغيره، توقعات الناس، الناس بتقول يا رب ما يبقاش أكتر من 1-0 خسارة. شوف إحنا وصلنا لإيه. لا ما هو اصل 1-0 زي 2-0 يعني ما يعني زي 3-0. لا لا يعني بس هي المشكله دلوقتي بالنسبه يعني الاقاله في الطياره او السفاره في الطياره او السفاره في العماره ولا الحاجات اللي داخله ببعضها دي، شوفوا اهم حاجه في اتخاذ القرار توقيت اتخاذ القرار. ايوه والله قلنا الكلام ده. يعني عشان اخد قرار، عشان يبقى قرار سليم، قرار صح، قرار صائب، لابد أن يكون أنا بدرسه وبعرف سلبياته وإيجابياته ثم توقيته. لا، في ناس بتقول لك ده قرار الهدف الوحيد منه هو امتصاص غضب الجماهير. لا، الجماهير هتعمل إيه؟ أصل الجماهير مش موضوع طب ما هو أنا لما درسته لو امتصاص غضب الجماهير واقضي على الفريق يبقى طب. لا طب. ده انا كده قضيت على الفريق اكتر. لعلمك يا كابتن فتحي، عشان كده انا عن نفسي مش واقف قوي او مش فارق معايا كتير الماتش اللي جاي ده قد ما انا مهتم بعد كده هنعمل ايه. يعني في الفتره من اللي احنا فيه دلوقتي، وطبعا كابتن حازم امام وكابتن بركات دلوقتي كلفوا بان هم يعني يدرسوا سيفيهات على ما نوصل لمرحله ان عندنا مدير فني، منتخب مصر وضعه ايه في الفتره دي؟ لا ما هو الفتره دي ما فيش، ما هيكون الدوري شغال وخلاص هيتنسي الدوري ويتنسي المنتخب مصر ويتوقف وتبقى العمليه كده. لكن هنا في صانع قرار وفي صاحب القرار. في صناع القرار بيقولوا احنا يا جماعه لازم نغير عشان كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص اتفقنا، ده صناع القرار. اللي هيصدر القرار ده بقى لازم يعلم ان متى اصدر هذا القرار حتى لا يؤثر سلبيا على المنتخب. أنا دلوقتي بغض النظر كابتن إيهاب ظلم أو لم يظلم أو كده، دي حاجة تانية، لكن إن أنا ما ضحيش بالمنتخب في سبيل إن أنا أمتص غضب الجماهير، يعني لازم برضو يكون في عقلانية وفي اتزان في اتخاذ القرار. يعني ما أقولش مساعد المدرب يمسك، ما أقولش كده، يعني هم عملوها كتير بس في دورات. يعني في دورات ايه؟ في دورات مثلا دورات خليج اسمع كده زجالوا
بقيمته البرازيلي اللي هو ايه كان بيدرب السعوديه موجودين في سلطنه عمان، وهو في سلطنه عمان في دوره كاس الخليج السعوديه المملكه السعوديه خسرت، صدر قرار له ان هو يغادر يعني يطلع يشيلوه، وعلى البرازيل ما يروحش المملكه ياخد هدومه او لبسه او حاجه، يطلع على البرازيل على طول من بره بره وحد يجيب له حاجته. الكلام ده لما يكون في دوره، ولكن انت رايح ماتش ودي اسيب الفرقه، ولما ارجع يبقى في اتزان وفي علاقات كده انسانيه في اتخاذات القرار وتوقيت اتخاذ القرار. فطبعا دي حاجه يعني صعبه. وبرضو نرجع للحته بتاعت النادي الاهلي، قله الخبره، قله الخبره في تنفيذ الرسائل، قله الخبره في الاستفسارات، قله الخبره في القرارات، قله الخبره في الاختيارات، كل دي بتاثر على صانعي واتخاذ القرار اللي هم يقولوا خدنا قرار. انت بتتكلم عن الاتحاد، موضوع الخطاب غالبا. طبعا على الاتحاد. انا بتكلم على الاتحاد. انت قلت الاهلي، النادي الاهلي. انا بقول لا، بقول على النادي فيما يتعلق بموضوع الاهلي زي يعني. النادي الاهلي برسائله ان هو عمل الرسائل للنادي الاهلي وما بعتش عشان النادي الاهلي وكده، ما دي قله خبره، وقله خبره هنا قله خبره. والمهم حاجتين جم جامدين في نفس الاسبوع، يعني النادي الاهلي ومنتخب مصر. انا طبعا ما اعرفش النتيجه ممكن يعني ايه، هي ان ده هيبقى دور اللعيبه مش هيبقى دور الكلام اللي حضرتك بتقول عليه من الاول طبعًا. ان فعلا هل لو نزلوا اللعيبه بنفسهم يعني كل واحد عايز يثبت ذاته هنا بقى اللعيبه بس امام كوريا بقى مش امام اثيوبيا، يعني لان هيلعبوا بدون مدرب في مساعدين له وكده هيلملموا الاحوال، لكن اللعيبه حاسين ان مفيش حد برضه بره له قائد اللي هيستبدل لعيب، برضه العمليه هتبقى يعني بتعمل لهم دروب بس على الاقل كل واحد هيروح يتمركز في الحته بتاعته، مش هيبقى مش يعني هي يعني هنا دور اللعيبه بقى واسم مصر فين طبعًا. بغض طبعًا. النظر احنا ما عندناش مدرب او في ظروف معينه حصلت له، ممكن في اليوم ده هو عيان، ممكن في اليوم ده هو مريض، ممكن في اليوم ده عنده كورونا فهيقعد في يعني نعتبر حاجه زي كده يتقال لهم كده، وانهم يبقى مصر هي اللي امامهم ان هم هيلعبوا هذه المباراه. مباراه ما هي سهله طبعا ومباراه صعبه، وربنا سبحانه وتعالى حطنا فيها، يمكن هم اللي يردوا نفسهم بقى كلاعبين ويطلعونا احنا كلامنا غلط في ان انا بقول ان اللعيبه دي لا بتبرر، لا تعرف تمرر ولا تعرف تباصي ولا تعرف تشوط ولا تعرف توقف. طب ايه اللعيبه دي يا جماعه؟ مش ممكن، ما انا شايفها في الدوري اهو، بس هتقول لي طب ما في الدوري كويسين وفرقه بتكسب فرقه، ما هو بس هم قد كده. انا عايز تكسب فرقه وانت عالي وانت مستواك اعلى. كلام محترم، ويمكن انا عايز انهي اللقاء ده بتساؤل مش هنجاوب عليه احنا، احنا هنطرحه على الناس، وحتى ممكن نبقى نعمله سؤال السوشيال ميديا والله يوم الاربعاء مع بعض. لو اتكلمنا هنا وقلنا طب ماذا تحتاج الكره المصريه حقيقي والله، ماذا تحتاج الكرة المصرية لبناء منتخبات قوية؟ ومش هقول من جديد، لا، زي زمان، زي زمان لما كان عندنا يعني منتخبات قوية على مدار السنين والأجيال. إيه اللي بتحتاجه الكرة المصرية؟ يعني حقيقي بعتولنا من دلوقتي لغاية يوم الأربع، ممكن أو أنا متأكدة إن احنا هنلاقي إجابات محترمة كتيرة جدا. ممكن أقول إجابة طبعًا صغيرة؟ طبعًا يا خبر أبيض. إجابة صغيرة، أصل لعيبة المنتخب دي بتيجي منين؟ من الأندية. طب والأندية دي مستوى لعبتها يرتفع امتى؟ لما يتدربوا صح ويلعبوا منافسه سليمه ودوري صح، والراحات ترجع تاني لوضعها، فالاصابات تقل، يبقى مفيش اصابات. ليه؟ لان اللعيب بيلعب يوم السبت ويرجع يوم السبت اللي بعديه او يوم الجمعه بياخد له راحه، يبقى الراحه يتصلح في اخطائه والراحه الاصابه البسيطه تخف، يبقى الاصابات هتقل والمستوى يرتفع والمدرب يشتغل. يبقى هي منظومة كاملة بعد كده لما المنتخب ياخد لعيبة هياخدهم لعيبة جاهزين مش منهكين ومش مجهدين يقدروا. بنتمنى والله يا كابتن فتحي المنطق ده اللي حضرتك بتتكلم بيه اكيد كلنا بنتمناه، وكلنا من مصلحتنا كمحبين وعشاق لكرة القدم بغض النظر عن انتماء، يعني انتماء كل واحد فينا، عايزين نتفرج على دوري حلو، عايزين نشوف منتخب حلو،
وعايزين نشوف نتائج اتحاد بيدعم الانديه، عايزين نشوف حاجات كتير كده. الاجابه مش من زاويه واحده، هي مجموعه زوايا زي ما بتقال. يعني هيك رديت يمكن شق سليم جدا الناحيه المختصه باللعيبه والنوادي، لكن في شق تاني بقى فيه اسمه المنظومه نفسها. طبعا هنتكلم. يعني كابتن فتحي نورتنا بجد والله، لقاء ثري حقيقي. شكرا ليك. شكرك على وجودك معانا، نورتنا كابتن فتحي نصير. وبنستاذن حضراتكم، هنطلع فاصل سريع، وبمجرد العوده من الفاصل نهاوند هتكون معاها ضيفتنا العزيزه الدكتوره دينا ابو سعود، وحوار مهم جدا ارجوكم تابعوه. انا بالنسبه لي اشوفكم على خير. لا بس انت هتستناني اكيد كل مره. لا يروح وانا قاعده بشتغل. ايه اللي بتتكلمي فيه؟ فلقت جاري يا كابتن فتحي. اشوفكم على خير ان شاء الله. اتفضل.